لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم حكاية لقول يوسف الصديق: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله والعلي العظيم. عطر المجلس بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حينما يكون الرقي للكمال هو بالتعاطي والتعامل الصحيح مع النفس، لابد للمؤمن من أن يتعامل مع نفسه معاملة من يعرف كيفية هذا التعامل، طبيعة هذا التعامل، كيف لنا أن نتعامل مع أنفسنا، أن نرخي لها العنان أم أن نشد العنان. أولاً لابد لنا من معرفتها، لابد لنا من معرفة طباعها، لابد لنا من معرفة أنها من أي باب تدخل على الإنسان ومن أي باب تريده المهالك. النفس في الروايات والآيات المباركة هي بمعنى الهوى. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم إنا نعوذ بك من شرورات أنفسنا، يعني من الأهواء. الهوى هو الذي يأخذ الإنسان إلى الدركات. ليش؟ لأن الإنسان مخلوق، النفس مخلوقة، المخلوق أفق رؤية ضيقة، يعني يريد السريع. أنا فرد وقت من الأوقات كنت أفكر بالسياسيين، أقول في نفسي: لماذا الدول عادة ما بالأخص الدول التعبانة، يعني الدول العالم 17، ليش ما عندهم بعد نظر؟ النفط الآن يبيعه، خلي يكون فلس ونص، خلي هسه شوية يمشي أمور السياسية، شوية يمشي الاقتصاد، ليش ما عنده بعد نظر؟ هسه الغرب عندهم بعد نظر، مو أنه مسيطرين على أهواهم، لا، لأن أكو شعب يحكمهم، هذا الحزب وذاك الحزب وهذه المسؤولية وذاك المديشة المسؤولية، ويطير هذا الحزب ويجيب حزب آخر، لذا يهتمون بالأمور. لكن هناك ما يهتمون. لماذا لا يهتمون بالمستقبل؟ السبب في ذلك هو أنهم يحكمون برؤية دنيوية، والرؤية الدنيوية لا تري البعيد، أمام رجله. الآن خلي هسه الليلة يمشي الاقتصاد، يعطي الرواتب هذا الشهر، بقية الأمور مو مهم. ما أدري، يتكلمون ويتحدثون أن السعودية مفكرة لما بعد النفط. شنو مفكرة يعني؟ يعني قاعدة تولد علم؟ أريد أفتهم. أحسنت، حياريتهم ذاك، ياريت يكون كسبيل تجارة. لا، ماكو تفكير، لأن الذي يحكم هو الأهواء وليس حتى المصالح. أكو ديكتاتور يحكم من أجل المصالح، هو ديكتاتور لكن يرى المصلحة، لكن أكو ديكتاتور يحكم من أجل الهوى. هوى، لاحظوا هذا الهوى شقد مهم، حتى أنه ترى له آثار قدم حتى في الفقه الشيعي. هسه بحث النفس والأخلاق بحث آخر، لا، في الفقه الشيعي عنده آثار قدم. يأتي على الإمام الصادق سلام الله عليه حديث مفصل: مقبولة عمر بن حنظلة، معروفة يسموها مقبولة عمر بن حنظلة لأن هي مو صحيحة السند، لكن الفقهاء يتعاملون معها معاملة الرواية المقبولة لسبب أو لآخر. أذكر أنه آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله في بحث الدرس مالته، بحث الخارج، 14 دليل يأتي على أن هذا الحديث حديث يجب العمل به، حتى أن سماحة آية الله العظمى سيد سيستان يصحح السند، ما عندي شغلة لا بهذه المسألة. هاي المقبولة الكلام فيها حول تعارض الأحاديث،
أو ما يسمى بتعارض الأدلة. إذا حديث إجينا قال افعل، حديث ثاني لا تفعل، حديث يقول المرأة حينما ترضع 10 رضعات هاي تصير أخت للي يرضع وياها، البنت الطفلة هاي تصير أخت بعد ما يحق إلها يتزوجها، وكذلك العكس وهي تكون محرم عليه. حديث ثاني يقول إذا اشتد العظم واللحم أو 15 رضعة. تعارض، شو نسوي؟ الإمام يعطي ما يستطيع به الفقهاء أن يميزوا بين الحديث الحجة عن الحديث اللا حجة. زين، يخطو خطوات، أنا ما أريد أتكلم في كل الحديث، حديث مفصل، إلى أن يقول الإمام خذ بما خالف العامة فإن في ذلك الرشاد. شوف العامة شو يقولون، اعمل بالمخالف، هذا هو الصح. قال له يا ابن رسول الله أنا أروح للعامة أشوف إما اثنيناتهم يوافقون أو الحديثين يخالفون العامة، هنا شنو أسوي؟ قال روح شوف الحكام ما كان إليه هواهم أميل، يعني تشوف أعرض هاي المسألة على آل سعود، شوف شو يقولون، على آل خليفة شو يقولون، ها يميل هالطرف لذاك الطرف، على أي طرف مال هواه روح خذ الطرف الثاني، فإن فيه الرشاد رأسا. شوف الهوى، هذا بالفقه، أنا أتحدث عن الفقه مو الباب باب الأخلاق أو باب المعارف، حتى بالفقه لهذا الهوى أكو آثار قدم. ليش؟ لأن الإنسان بما أنه مخلوق، الطبع المخلوقي الإنساني لا يرى البعيد، لذا إذا يدور على مصلحة يدور على مصلحة آنية، مثل الطفل، الطفل يريد يعوف إيد أبوه، ليش يريد يركض؟ عمي هنا شارع، أكو شاحنات، أكو قطار، بالمطار تضيع، مليون دليل أكو اللي ما لازم يترك يد أبوه بس يريد يعوف، مصلحته الآنية، اللذة الآنية أنه يهرول، بس الأبو ما يقدر يهرول، الأمة تقدر تهرول على سبيل المثال. مشكلة النفس هاي، الآن اللي يريد يرتقي إلى الكمال لازم يعرف شلون يتعامل ويا هاي النفس، يعني ويا هاي الأهواء، ويجب أن يكون على درجة من الدراية والرؤية للواقع حتى أنه يستطيع أن يميز بين الأهواء النفسانية وكما يقال في الروايات اللمة الرحمانية بحسب تعبير الروايات، أو ما يسمى بالعقل اللي هذا الآن لازم أسوي له هوى نفس. شنو؟ دخل واحد على رسول الله مجاشع، والحديث الذكر أنا قارئ على هذا المنبر المبارك وما أريد أكرره، لكن لسبب فقط أنقل مقاطع منه. جاء إلى رسول الله يا رسول الله ما الطريق إلى معرفة الحق؟ قال الرسول معرفة النفس، تعرف الحق؟ أعرف نفسك. ما الطريق إلى موافقة الحق؟ قال رسول الله مخالفة النفس. ما الطريق إلى الأنس بالحق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحشة من النفس. تريد يكون عندك أنس بالحق بالله سبحانه وتعالى، استوحش من أهوائك. إجا الشيطان إلى واحد من الأنبياء فقال له أنت تطمع بي؟ قال له إيه أطمع بيك. قال له شنو طمعك بي؟ قال لما قاعد تأكل وأنت صايم فدلقم تيان أوسوس بصدرك حتى تأكل أكثر. قال له وأنت شنو راح تشبع حتى لقم تيان أنا أكثر أكل؟ قال له لا، لما تقوم للعبادة أنت راح تقوم لكن شوية بتثاقل. فقال النبي آليت على نفسي ألا أشبع لها بطنا. الشيطان رأسا التفت إلى خطأ، قال وآليت على نفسي ألا أنصح نبيا بعد ذلك، للأنبياء يعملون فما أنصحهم. شوف يعني بهالمقدار يكون الإنسان موافق للنفس، بالأكل اللذيذ، يثاقل عن أداء الفرائض، عن أداء المستحبات، بهالمقدار
الوحشة من النفس، يعني الإنسان إذا هوى نفسه أراد شيء يستوحش، يستوحش. شلون أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أي ولو ذاك كان شيطان، أراد أن يعطي للفقير شيئا بإيد الإمام شيء بسيط، هذا رأسا أجي قال له أنت كريم، أنت كريم، شلون تعطي نصف درهم؟ مو أنت تعطي الملايين، بس على نصف درهم مو حلوة يعني. أمير المؤمنين رأسا قال خذها وأنا علي. خاف خطية الفقير، لأن هذه العبارة لأمير المؤمنين في الحروب. فأجوا لأمير المؤمنين أصحاب قالوا يا أمير المؤمنين خرعت للولد، قال لا أنا هاي خذها وأنا علي. كان مع الشيطان، مع وسوسة الشيطان. لا مقدار، لا تستحي من إعطاء القليل. رواية فإن الحرمان نعم أقل حرمان، ذا ما تعطي هسه واحد عنده ويتصدق بشندر قاز مثل ما يقولون. لا هذا لا يروح يعدل نفسه. لا بس واحد هل عنده، اللي عنده خليه. الوحش يستوحشون، وهذه نفسي أروضها أو أروضها، اثنيناتها صحيح، أروضها بالتقوى. يحتاج إلى ترويض النفس. صعب الطريق وعر الطريق. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرة من المرات وكثيرا ما كان يفعل ويأنس بالله سبحانه وتعالى ويضع وجهه على التراب وهو يترنم بالأدعية والمناجات والاستغفار، إحدى زيجاته أم سلمة كانت، يا رسول الله شلون هل قد أنت تهتم بالاستغفار وقد قال الله سبحانه وتعالى عنك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت ما عندك ذنب أساسا. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولا أكون عبدا شكورا. هاي عبارة، وعبارة أخرى أنه أيضا عن رسول الله، إن أخي يونس وكله الله إلى نفسه طرفة عين فأصبح في بطن الحوت، أصبح في بطن الحوت. فالأنبياء كانوا يستوحشون من النفس، من الأهواء، شوية نفسهم تتقدم إلى الأمام. هاي سورة صاد التي فيها قصة نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، لما اجى الى الصافنات الجياد وشاف الجياد، الفرس شيء لطيف واحد يعجبه يشوفه، اولا مو دائما يصدر اصوات عجيبه، وان انكر الاصوات لصوته الحمير، شيء قاعد هادئ، ركوبه جميل، هو جميل، اكله لطيف، كان قاعد ينظر الى الخيول وهو يلتذ بهذا النظر، حتى توارت الشمس بالحجاب. سبالي أن الرواية تقول أنه أدعية العصر ما قراها، مو أنه صلاة صارت قضى، أدعية العصر. لكن هؤلاء أنبياء، هذا تأذى من نفسه، شلون يعاقب نفسه؟ يقطع سوسة هذه الوسوسة وهذا الهوى. قل جياد بتعبيري أنا، جياد عربية مو مشكلة، كلها في سبيل الله ولحومها إلى الفقراء والمساكين كلها، فمسح بالسوق والأعناق. خلي تروح. استيحاش الأنبياء والأولياء من أنفسهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما ينظر إلى الدينار إلى الذهب، يا دنيا غري غيري، يستوحش. هواية نهج البلاغة كتاب لطيف، يا ريت الإنسان يتوفق ولو يقرأ مرة في حياته، وهو إجحاف إذا يقرأ فقط مرة في حياته. هواية لطيف. الآن حتى أكو صاير شغل على نهج البلاغة، يعني مرتبينه كمواضيع، شروح لطيفة إلى لغات مختلفة، يعني ماكو حجة بعد. والله أنا أتفد لغة أخو تتكلم، ما أعرف عربي فارسي، ما أعرف فارسي إنجليزي تركي أردو، أي شيء تريد أكو نهج البلاغة.
خلي الإنسان يقرأ، حتى الترجمة مالته تفيد لطيفة. أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نهج البلاغة، ماذا يقول؟ يقول أن الرسول الأكرم، مضمون العبارة، ما كان ينظر إلى ملذات الدنيا. يعني هاي أكو واحد يقول خلينا نشوف شكو ماكو، ما نريد نروحنا، خلينا نشوف الملذات الحلال، ها ما كان ينظر إليها. هاي مسألة مهمة، الإنسان لا ينظر، لأن هاي النفس تروح، يقول انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. هاي الرواية ليش؟ لأن هذا اللي يشوف اللي هو فوقه يقول ها يتحسر، والنفس تريد، هذا اللي عنده بيت ويريد أكبر، عنده سيارة ويريد أجدد، عنده موبايل ويريد آخر موديل. هاي اللي في المكان لازم يقطع النزاع مع النفس، هاي تكالب النفس عليه لازم يقطعه. يبقي هذا الموبايل إلى أن يخترب، يبقي هاي السيارة إلى أن تخلص، يخلص عمرها. هذا ليش؟ لأنه يشوف، إذا ما عنده علم. كثير من الأوقات تشوفون واحد يعيش في تلك البلدان متواضع كذا مؤمن، يجي إلى هذه البلدان يوصل إيده للخير، خلاص أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، خطوة ورا خطوة، خطوة ورا خطوة. المشكلة مع الدنيا وهو النفس، النفس كل ما الإنسان أكثر يعطي هاي العلوفة كل ما تعطش وتجوع أكثر، لازم يقطع مع النفس. الإشكال وين؟ هسه الأنبياء العظماء الأولياء الصالحون كلهم عندهم أهواء، يعني أصحاب أهل البيت ما كان عندهم أهواء، أصحاب الإمام الحسين ما كان يحبون يعيشون، أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، العلماء أولئك الذين تركوا الدنيا كما نقرأ في رواية الإمام الحسن العسكري، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، مخالفا لهواه. الله يرحم آية الله العظمى سيد محمد الشيرازي في بحث الخارج حينما كان يصل إلى هذه العبارة كان يقول مخالفا لهواه مو المحرمات. يعني واحد شيء حلال يطلع إلى بستان يكيف، ماكو إشكال، هذا إشكال ماكو، بس واحد مريض، واحد من العلماء لازم قضية روحية عنده، مسألة أخرى، بس كأصل مو بناء أنه يكيف في الحياة. اللي أنا أسلم زمام الأمور في التقليد ليش؟ لأنه الهوى يتدخل في الفتية. واحد من العلماء كانوا مستفتي، أستاذنا كان ينقل الشيخ العلامة الشيخ محمد باقر عالم الهدى، مستفتي في البئر، شنو أستاذ قطرة الدم وقعت بي كذا، هذا ينجس ما ينجس، كان يريد يستنبط، قال الجماعته طموا البير، قال لا ليش؟ قال طموا بعدين احنا نستفتي، طموا البير، قال خلاص الآن أروح أستنبط، وراح أستنبط وأجبين المسألة. ليش؟ قال أخاف أنا أريد أصحح البير مالتي، أسوي طاهر. البعض إلى هذا الحد يهتم لمخالفته، بمخالفة الهوى. زين هي صعبة، الأنبياء أحياناً تشوف تصير عندهم بعض شنو؟ وعصى آدم وربه فغوى. طبعاً الله يقول عصى، احنا ما نقول العصيان بالنسبة إلى الله يعني ترك أولى، لكن هو مقرب. نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، زين هسه كل هو هذا الطريق اللي ماضي به، ماضيه في سبيل الله، اجوا ضرباه ودماه، بحسب رواياتنا أنه إخوة يوسف حسد، دماه للولد، هلقى الضربة بدأت تسيل الدماء، واحد من إخوانه قام وقال قال لهم ارحموا غربة هذا الغلام، عمي هذا غريب بيناتكم، انتوا عصبة من أبو وأم، هذا غريب واقعين بي. فتألم يوسف من كلامه
وغضب عليه ورآه وقال ليس مع الله غربة. ترى ماكو ويا الله غربة، شنو أنت جاي تدافع عني؟ أنا رب العالمين وياي. وقضية نساء مصر وأنه وضع قدمه على هوى نفسه، وكل هاي القضايا قضايا إلى أن طلع رأس بالسجن. زين واحد من السجناء شايف أنه قاعد يأصر الخمر وكذا، وإجا النبي الله يوسف. نبي الله يوسف قال هذا مما علمني ربي، وقال له التأويل، قال له أنت راح تطلع يفرج عنك. تدري يعني شنو يفرج عنك؟ لأن هناك ماكو حكم إيش قد يخلوه، كل واحد يخلوه بالسجن سجنه مؤبد. ما كان النظام البشري متطور يعطوه حكم يعطوه كذا، خلاه بالسجن إلى أن والله جناب المستطاب الملك يقوم من النوم وتصير له حاجة مع واحد من السجناء، أو واحد يتوسط، أو قضية من هالقضايا، ولا رايح في الزاوية العمياء من التاريخ مسكين ما حد يشوفه. زين وهو قاعد يروح إلى بر، نبي الله يوسف رآه قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان وذكره ربه. نزل جبرائيل، شوف المصلحة الآنية، يريد ينجو لله، قام لله، وزج به في السجن لله. جاء جبرائيل قال إن الله يقرئك السلام ويقول يا يوسف من الذي أنجاك من أخوتك؟ قال الله. من الذي أنجاك من البئر؟ قال الله. عرف المسألة، نبي من الأنبياء العظام. الرواية تقول أخذ بالتراب ووضعه في فمه، وأخذ تراب قبضة أخرى وضعه على رأسه. كل ما يقول له من الذي أنجاك من نساء مصر؟ من زليخة؟ الله الله. قال أدري، هل قال الله منجيك؟ هسه ايش عندك تعرض حاجتك لمخلوق ضعيف؟ أنت أولت له بتعليم منا رؤياه. قال أبقى بالسجن، فعلا يبدو أنت فعلا ما تقدر تقود البلاد، يحتاج لك بعد كم سنة. بقى هناك كأنه 7 سنين. ترى مو سهلة ها. الآن أنا كنت أتكلم ويا أم عندها سجين في البحرين، في مملكة البحرين، قاعد تقول ادعو كذا خير إن شاء الله. شنو بلكي 18 يوم اللي كان تحت التعذيب يحسبوها من مدة السجن، حتى 18 يوم أسرع يطلع المسكين. ما قاعد نتكلم بالسنين، 18 يوم على 18 يوم مماكسة وحقها. الآن في مرة يوسف يحكم عليه 7 سنوات، تفضل انت ضيف للسجان. شنو صار هنا؟ اللي صار المصلحة الآنية مو الرؤية البعيدة. قال هسه هذا دا يروح، خلي نشوف فتحيله بلكي. اللهم مو أنه غفل عن الله سبحانه وتعالى غفلة نهائية، لا، هو راح للسبب، راح للسبب، لكن هذا لازم يكون عنده انقطاع لا ينظر المصلحة الآنية، ما يعطي أي مجال لهوى نفسه ولو للحظة واحدة. لعله واحد يقول كلش صعب، كلش صعب، لكن مو مستحيل. ويوسف هو الذي علمنا، والله سبحانه وتعالى يحكي قوله. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ترى أنتوا قاعد تتهموني باتهامات، أنا ما أقولكم أنا خوش آدمي. النفس طريقتها أنه تأمر بالسوء، أمارة صيغة مبالغة يعني تأمر واحدة تلو الأخرى، هذا يعني أمار، أمارة يعني واحدة وراء الأخ، يعني مو تفكر واحدة من أوامر النفس والله خوش أمر والأمر الثاني مو خوش أمر، لا، كله لأمارة بالسوء. زين، إلا ما رحم ربي، إلا أن تتداركه رحمة من الله. طبعا هذه الإلا منقطعة،
مو يعني النفس تؤمر بالسوء إلا إذا أراد الله فتأمر بالخير، لا. شلون يقولون جاءني القوم إلا حمار، يعني الحمار صار من القوم؟ لا، ما صار من القوم، هذا يقال به الاستثناء المنقطع، يعني إلا أن تتدارك رحمة من الله فيضيء عقله فيتبع الإنسان عقله. إن ربي غفور رحيم. هناك أشوف شلون الله خلصه من نساء مصر، رأسا قال اتشبث بحجزة الله جل وعلا، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ومجاشع وصل إلى هذه المسألة، الطريق إلى الأنس بالحق الوحشة من النفس، الطريق إلى الوصل بالحق الانقطاع على النفس. قام يبين ويبين، بحث هالسبي، قال له زين يا رسول الله في الطريقة مختصر ثاني الريد، وهذا هو المهم، فما الطريق إلى ذلك كله؟ ترى مو سهلة، أنت تستوحش من نفسك وتخالف نفسك وتجاهد نفسك، بسيطة هي؟ شنو هي؟ بسيطة مو سهلة. قال له زين شنو الطريق إلى ذلك كله؟ قال الاستعانة بالحق على النفس. ليش تأكيد في الروايات على الاستعانة بالله دائما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أستعين بالله. ليش؟ يقول لا تبدأ عمل إلا ببسم الله الرحمن الرحيم قولا وقلبا، يعني فعلا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المسيرة، أي عمل، كتاب يكون، زواج يكون، أي شيء، سفر يكون، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تستعين بالله على جميع الأمور، ومن أعظمها النفس. أنا ما أقدر، ترى ما أقدر على نفسي. أي في دعاء الصباح لمولانا أمير المؤمنين، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. ترى النفس فيلسوفة. أمير المؤمنين يشير إلى هذه الحقيقة، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. فيلسوفة تقول لها سأكل حتى تتقوى على العبادة، هسه نام أكثر حتى تكون، هسه طير هاي الأموال حتى تتصدق. ترى هي تتطور. صدام لما قال لها أنت ليش ذبحت وقتلت؟ قال أنا كنت أحافظ على الأمان. اذبح حتى تحافظ على الأمان، ماكو شيء ترى. الأمان هو بعدم الذبح، ذبح البريء. الأمان هو هذول التعبالك ما يتفلسفون، لو تلزم لك داعشي تقول له ليش تذبح حتى الرضع؟ يقول شنو هم ما يذبحون الرضع مالتنا مثلا الغرب؟ قل ليش تقتل أبرياء؟ شنو هم ما يقتل؟ شنو هاي الدليل؟ هذا الدليل إشكال نقضي هو الدماء. بعد يقول أنا أذبح حتى يخافون، حتى تسويل تسويل. فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. هاي الفلسفات ما تنفع يا رب العالمين، الفلسفات النفسانية ما تنفع مع رب العالمين، وتودي الإنسان بالداهية. الطريق إلى ذلك كله هو الاستعانة بالحق. النفس يجب أن لا يصغى إليها جملة وتفصيلة، ترى ماكو استثناء بالنسبة لهالمسألة، لكن الطريق إلى الإنسان يكون عندها الإرادة، وأن الراحل إليك قريب المسافة. في حديث عزم وإرادة، إرادة واحدة يحتاج الإنسان، لكن هاي الإرادة تحتاج إلى توفيق، كما نقرأ في الدعاء بعد زيارة أبي الحسن الرضا عليه السلام، ومن شكرك يشكر الشاكرون ومن حمدك يحمد الحامدون. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، يعطيك توفيق، فد محبة، فد وميض، فرد نور، حتى الإنسان يقدر ينقلع عن هاي النفس. وإلا النفس كما قال رسول الله عرفها
تعريفا جامعا مانعا حينما قال: والنفس مثل أخبث الدواب إن لم تعقل حارت. لذا تشوف دائما الأولياء كل استعانة بالله. نبي الله عيسى جاء عنده معاجز وكذا، يقول أحيي الموتى بإذن الله، أبرأ الأكمه والأبرص رأسا يقول بإذن الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بإذن الله، أهل البيت يقول نعلم الغيب بإذن الله، كل بإذن الله. يربطون مقامهم بألوهية الله، ما يبقون أي مجال للنفس. لذا الله سبحانه وتعالى جعلهم حكاما. الحمد لله الذي من علينا بحكام، نقرأ في الإذن الدخول العام لأهل البيت عليهم السلام، من علينا بحكام. هؤلاء الحكام هاي أنفسهم شنو مسيطرين عليها. سليمان عنده عبارة هواية حلوة، نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه السلام يقول: الغلبة على النفس أصعب من أن يفتح الإنسان مدينة بوحده. أصعب. يعرف سليمان قد مضى شوطا كبيرا في المعاملة مع النفس، ولذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أقوى الناس من غلب هواه. هذا أقوى الناس، مو يشيل أثقال، مو كذا، مو يقدر ما يأكل، مو ما يقدر ما يشرب، مو لا لا لا، أقوى الناس يشوف هواش يقول يخلي رجل على هوا. أجل الإمام الصادق سلام الله عليه قال: يا ابن رسول الله، إيش قد الفاصلة بيننا وبين الجنة؟ والحديث سامعي. قال: خطوتين. شلون؟ قال: أول خطوة تخليها على هوا نفسك، الثانية بالجنة. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن ماكو فلسفات، النفس لا تعطيها مجال. تشوفون التعارض بين الرؤية القرآنية الحديثة مع القراءة الإباحية الغربية للإنسان. يقول سوي اللي يعجبك. القرآن يقول سوي اللي ما يعجب نفسك، الغرب يقول سوي اللي يعجبك. ما دام ما تتعارض بحرية الآخرين سوي اللي يعجبك. أنا ما قاعد أتحدث عن الحريات، لا إكراه في الدين، قاعد أتحدث عن أولئك الذين يريدون التكامل والرقي، يوصلون إلى الأعالي. الطريق مالته هو النفس، أضرب نفسك. هاي تريد أكل لا تطيها أكل، صوم. هاي تريد راحة لا تطيها راحة. تشوف الروايات حول الراحة، الروايات تقول المؤمن قليل النوم، قليل النوم. لا ما أدري، أتعجب من الناس. أنا شخصا ما أحب النوم، يعني السيد الوالد من صغرنا ما خلانا نحب النوم، كان كابوس إلنا ننام ورا صلاة الصبح. زين، صار طبع ثاني، العادة طبع ثان كما يقول مولانا أمير المؤمنين. بس أنا أتعجب من واحد اللي يحب ينام. عمي أنتش قاعد تكيف بالنوم 12 ساعة نايم، شنو قاعد يصير بالنوم؟ أردفتهم. النوم هو طريق، مو موضوع، طريق اللي الجسم يرتاح. والله ينام 15 ساعة ثم ماذا بعدين؟ شنو؟ مثل ما واحد يعجبه يركب سيارة سريعة بس بلا هدف، وين؟ يقول المهم ده نروح سرعة 150 مكانك خالي. وين ده تروح؟ إلك هدف لو ما إلك هدف. أتشوف أولئك الذين يمضون ويمضون ويمضون يوصلونهم في طريق كبح جماح النفس، دعنا نعبر بهذا التعبير. يوصلون. أبو الفضل العباس سلام الله عليه شكد عظيم، كم له من منزل عند أهل البيت عليهم السلام. لآخر لحظات كل أشعار أبو الفضل العباس صراع مع القوم وصراع مع نفسه. يعني أكثر من هذا بعد أكو أقرب من أبو الفضل العباس إلى أئمة الهدى عليهم السلام؟ بعد المعصومين أبو الفضل العباس سلام الله عليه، زينب الكبرى سلام الله عليها، الشخصيات القوية
الصلبة الإيمان. زين يريد يشرب ماء يقول يا نفس من بعد الحسين يهوني. أي لآخر لحظات عند نزاع وصراع مع نفسه، يا نفس وين رايحة مستعجلة تريدين برد الماء؟ يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. هكذا يخاطب نفسه. أما حينما قطعوا شماله كان له خطاب أيضا مع نفسه، يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار. قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا ربي حر النار. لذا يحق للحسين عليه السلام سيد الشهداء أن يقول حينما يصل إلى مصرع أخيه العباس ويلقى بنظره إليه وهو مقطع بالسيوف الأعداء، يحق له أن يقول يا أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي لأنه فقد أخا مناضلا أخا مجاهدا للأعداء مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاي اتكى على قائم سيفه كما ينقل. أخي يا عباس خايا انكسر ظهري ولاقدر اقوم، والله صرت مركز يا اخو يا الكل الهموم يا اخو يا استحداني بعدك القوم، ولا واحد علي بعد ينغر ولا واحد علي بعد ينغر. خويا خويا العلم قلي وين ودي يا نور العين دربي شج الدي حنا فوق يشمع وجبك يدي يا هو علي وصاح يا الله يا 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 هو كبار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.